عن الابراج. والنهارده قررت ان احنا نختلف عن الاخرين. اعتقد ان الفيديو ده اول مره ينزل على اليوتيوب، يعني ما شفتش العنوان ده قبل كده. وهنتكلم فيه عن افضل زوج ينتمي لاي برج، يعني الزوج يعني زوج المستقبل. ايه هم اهم 6 ابراج انا برشحه لكم ان انت تفكري يكون زوج المستقبل. ولو تعرفتي حد من الابراج دي على طول نشيني بقى واعملي ايه اللي هي الجيمز بتاعت البنات علشان تتراك ده، لانه هيكون زوج مثالي جدا جدا لكل البنات. يعني الزوج ده هيبقى ذا بيست، يعني هم 6 دولت انا بعتبرهم كراشه، وده تحليلي انا الشخصي كراشه، لان ممكن ناس تانية تتفق معايا وناس تختلف معايا، بس انا كراشه ده تحليلي للابراج. واعتقد ان اي حد بيشتغل في علم الابراج او في الفلك او في الطاقه هيختار الابراج اللي انا اخترتها دي، وانا اخترتها عن عناية، يعني ما اخترتهاش عشان بحب الابراج دي زي ما الناس بتقعد تتهمني وحاجات كده. انا اخترتهم عشان شايفه ان دول يستحقوا ان هم ياخدوا ترتيب احسن ابراج كزوج للمستقبل. ركزوا بقى معايا، ومش عايزه ناس تزعل، عشان يا جماعه كل ما اعمل تحدي الابراج ده الاقي ناس تتقمص عندي على الكومنتس ويقعدوا يقولوا لي رشا انت بتكرهي البرج بتاعنا ليه؟ رشا هو انت مش عارفه ليه يا جماعه بتعملوا معايا الحركات دي؟ والله ما بكرهش برج ولا حاجه، وبحب كل الابراج. يعني الناس كلها بتفتكرني بكره برج الاسد، بكره برج الجوزاء، بكره برج القوس، مش عارفه ليه يعني. طيب اذا فهي الحرب، ماشي يا جماعه، والمره دي حرب مع رجاله، بس انا قدها وقدود يعني. ونسيت بقى الكومنت دايما اللي بيتقال لي، هو انت دايما حاطه برج العذراء بيست اوف ذا بيست يعني عشان هو برجك؟ انا بحب برجي وبحطه دايما بيست اوف ذا بيست، واللي مش عاجبه هو حر، ماشي. طيب مين هم افضل 6 ابراج لزوج المستقبل؟ في المرتبه السادسه بالنسبه لي انا شايفه ان هو برج السرطان. شئنا او ابينا برج السرطان بالرغم من كل الكومبليكيشن والتعقيدات اللي عنده، الا ان هو راجل حنين، راجل جدع، راجل بميت راجل، وانت معاه هتحس ان هو سوبر بروتكتيف، شخص فاميلي مان. يعني فاكرين فيلم بتاع نيكولاس كيج اللي هو كان اسمه فاميلي مان؟ او برج السرطان ده هو الفاميلي مان بالظبط. يعني هو بيحب العيله، عنده السكيورتي بتاع العيله، والعيله حاجة مقدسة جدا جدا. هو شخص بيعرف يعمل فلوس، هو عارفين الويلث ميكر، هو انا بعتبر السرطان ويلث ميكر على فكرة، لأن هو يعني حكيم في مصاريفه، مش بخيل خالص، ولا هو مبذر، يعني عنده حكمة، ذكي، عنده ذكاء اجتماعي، شخص عطوف حنين ومحترم. دايما هتلاقوا ناس بتوع برج السرطان حتى محبوبين، بس هيبقى عنده عيب ابن لذينة، ان هو مودي، سوبر مودي يا جماعه، سوبر مودي، يعني بحبك بكرهك. هو عمل عشان هو لازق في الجوزاء فلازم ياخد شويه جنون من الجوزاء، فهو سوبر 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 مودي يعني. اوكي، ده غير كمان انا عارفه ان الناس النهارده هتقلب عليا قلبه جامده جدا. يبقى سوبر مودي بلس كمان ان هم يعني عصبيين، عصبيتهم بقى لما يتعصبوا اذا فهي الحرب برده، سرطان عصبيته وحشه جدا جدا. ده غير ان هو قماص ودراماتيك وحاجات كثيره جدا. انا بقول مميزات والعيوب، ماشي. نخش على طول على بعد كده اللي هو رقم 5. رقم 5 بالنسبه لي انا، يعني انا برده قعدت افكر كتير جدا وقعدت احلل واعمل حاجات كثيره. رقم 5 بالنسبه لي هو برج الثور. برج الثور شئنا او بينا هو رجل اتراكتيف جدا جدا جدا، وحواليه ستات كتير قوي، يعني دايما هتلاقوا رجل بتاع برج الثور انا بشوفه كل الستات بتحبه. ذكي، تحس ان هو فخم كده، شخص فخم قاعد معاكي كده، عنده فيجن، عنده نوع من انواع الجاذبيه، يعني هو شخص جذاب جدا. برج الثور لما بيحب بيبقى رومانسي قوي قوي قوي، دباديب 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 دباديب. برج الثور من الابراج هو شخص برضو طموح، شاطر في شغله، بيعرف يوصل للي هو عايزه. دايما هتحسوه ان هو شخص جذاب، يعني انت عنده هيبه كده، عنده تقيل، شخص رزين تقيل، اتراكتيف، هو اتراكتيف، هو برج الثور اتراكتيف. بيعرف لما يحط حاجه في دماغه بيوصل لها، يعني هو طموح بيعرف يوصل اللي هو عايزه. غير ان هو بزنس مان شاطر جدا، بيعرف يعمل فلوس كويسه، يعني هو ممكن بس في سنه لو انت حاجات دايما ان هو حريص شويه في الفلوس، يعني مادي شويه، مش رومانسي قوي. لو هو ما بيحبكيش مش هيبقى رومانسي قوي، لا هو بيبقى في منتهى الرومانسيه لما بيحب بجد. سيستماتيك شويه، روتيني شويه، مش بيحب لازم يبقى عنده بلانز، لازم عنده قوانينه الخاصه، رجل برج الثور. طيب انا على فكره انا كراش على فكره بنسجم جدا مع ناس بتوع برج الثور، يعني اصلا حتى في الشغل اقرب ناس ليا برج الثور، يعني انا بعرف يعني ادبت مع برج الثور والاين معاهم قوي قوي. طيب انا عايزاكم بقى البنات اللي بتتفرج عليا ورجاله تقولوا لي بقى انتوا شايفين مين الابراج اللي هم
their best husbands بالنسبة لكم. اوكي وانا هكمل معاكم from my analytics يعني او الاناليسيس بتاعتي انا. طيب وفي ناس كتير بيقولوا لي اول مرة اتفرجوا عليا في الكومنتس تحت thank you على الكلام الحلو قوي قوي. هاي حد بيتفرج عليا من امريكا واو. طيب where is chapter 2 عمر يا جماعة ابني برج الدلو وعيد ميلاده كان من 3 ايام. شوفوا هقول لكم بقى انا حاطه برج ابني في الابراج الهاسبنس ولا لا. يا ولها يا سواد ليلها اللي هتتجوز عمر ابني ولو بتفرجي عليا سنه 2020 سوري 2050 يا بنتي ولا 2030 عايزه اقول لك ربنا يكون في عونك ومعاكي رب معاكي يعني معاكي 2 ملائكه ان شاء الله باذن الله. يعني يعني دي رساله الى زوجة المستقبل بتاعه عمر ابني بس طيب والله هو الطيب. طيب طيب احنا قلنا رقم 6 ورقم 5 نيجي على رقم 4. رقم 4 بالنسبه لي هو رجل برج. انا محتاره بصراحه عندي حاجات كتيره محتاره ما بينهم يعني. رجل برج الميزان. رجل برج الميزان برضو رجل اتراكتيف جدا جدا. انا بالنسبه لي بيست اوف ذا بيست رجل برج الميزان وانا بقى بنسجم معاهم جدا بعرف اتعامل معاهم جدا. رجل برج الميزان رجل جدع طيب هادي فير هي تو فير يعني عمره ما هيظلمك. بيحب ولاده بيحب العيله حنين جدا جدا رومانسي نضيف كده تحس انه بيشف وبيرف. ده غير ان هو ذكي جدا جدا وعارف من اين تؤكل الكتف. وبرج الميزان شخصيته قويه عنده حضور هو متردد شويه يعني ده عيب هيجنني فيه ان هو ما بيعرفش ياخد قرار هيعتمد عليكي في كل القرارات لان هو ما بيحبش ياخد قرار وما بيعرفش ياخد قرار الا ان هو سو اتراكت سو حواليه بنات. وبرج الميزان تلاقي بنات اللي بتجري وراه مش هو اللي بيجري ورا برج مش هو دمه خفيف لطيف غيور بقى غير هبل غير زي برضو الثور على فكره غيور غير هبل جدا والسرطان شكاك يعني. ف رجل برج الميزان غيور قوي قوي مع انه برج هوائي بس غيور ابن رزينة يعني ومش صنع قرارات يعني هو برضو في الحته دي. بس هو كريم جدا جدا وبيهتم بشكله وبيهتم بالفتنس بتاعته وبيهتم وبيحب عيلته جدا وتحس انه متنوع محبوب حتى شخص محبوب جدا. وهتلاقيه حنان عليكي قوي يعني مع رجل برج الميزان مش هتحتاج لاحد تاني يعني هو موجود. فاذا تحس ان هو حواليك كل حاجه يعني مش عارفه ايه الشعره اللي طالعه دي ثانيه واحده يا جماعه ما دخل شعريه اللي طالعه من وشي دي ثانيه واحده كده شعريه طالعه مني فاحب ادخلها. طيب بعد كده هنيجي بقى للتوب 3. التوب 3 دولت بالنسبه لي انا شايفاهم او بالنسبه لتحليلي انا الشخصي انا شايفاهم احسن 3 رجاله يكونوا بيست هازبندز في المستقبل او زوج مثالي في المستقبل. بص انا محتاره ارتبهم ازاي يعني انا محتاره ارتبهم ازاي بس انا بالنسبه لي رقم 3 برج الاسد. برج الاسد مش هتقدري تقاومي برج الاسد هي السوبر اتراكتيف بقى سيبك بقى من اتراكشن بتاع الثور وبتاع الميزان. الاسد ده ما تقدريش تقارنيه براجل تاني. الاسد يعني ايكوال حنيه يعني ايكوال جدعانه جدا جدا يعني ايكوال ملك الغابه يعني ايكوال الحمايه يعني ايكوال الرومانسيه لاقصى درجه في الحياه. هو شخص لما بيحب بجد بيبقى رومانسي جدا جدا. سيبك من ان هو هيجننك في موضوع الغيره لان هو يبقى غرور ومتسلط وعنده مع عمر بس بيحب يتحكم. لو انت شخصيتك قويه ده انت هتشوفي ايام سودة. يعني انا بالنسبه لي ان انا اتجوز او ارتبط براجل برج الاسد ما اقدرش يعني موضوع كنترولر شيب وعايزك دايما لا. بس هو مش هتحتاجي تشتغلي خلاص هو هيقوم. هو شخص بيعرف يصنع مستقبله بزنس مان شاطر جدا جدا بيعرف يعمل فلوس بيعرف محبوب. شخص هتحسي كده وانت ماشيه معاه انت ماشيه مع الملك انت مرات الملك يعني فانت متخيله. فهتحسي كده ان الايجو بتاعك بيرتفع شخصيا على طول لان هو هيديكي ثقه في نفسك هيديكي يعني يكفي ان انت ماشيه مع حد كل الناس بتحسدك عليك لان هو هيبقى شخص رجل الاسد بيعرف ازاي يوصل اللي هو عايزه بيعرف ازاي يحقق اللي هو عايزه بيعرف ازاي يكون شخص ناجح بيعرف ازاي يوصل لقلبك بيعرف ازاي يخطفك ويخطف قلبك. هو ساحر تشارمينج يعني هو عامل زي الامير كده اللي هو سو تشارمينج يعني هيسمعك مش هيخليك تحتاجي اي راجل تاني في الدنيا اصلا وهو معاكي. غير ان انت هتحسي بروتكشن ابن لذينه يعني هو
عمره ما هيخلي اي حاجه تضايقك او تزعلك طول ما هو جنبك او موجود. ده راجل برج الاسد بصراحه. يعني هي مشكلته معايا بس موضوع التحكم بزياده او التسلط الرهيب، وان هو عايز دايما يعني دايما عنده الايجو بتاعه عادي، شايف نفسه اهم واحد في الكون والكوكب كله بيتحرك عليه، فهو دايما يعني ممكن دي بتضايقني في الاسد شويه. يعني لازم انا بتاعته دي تنزل شويه. عمر عم بركب. لا مش عايزاك تركب دلوقتي. وبقى تسلط وتحكم، ويعني بس هو مش شكاك، يعني سرطان شكاك، راجل السرطان شكاك، راجل التور شكاك، اما الاسد مش شكاك بالعكس، هو ديكي هو اونست، شخص اونست وبيحب الاطفال جدا، وهو تحس حتى ان هو محبوب كده، بيحب يعني لا هو عنده حنيه وعطاء وكرم وكريم جدا جدا، عنده جود يعني الاسد كريم قوي يعني. طيب نيجي بقى للمرتبه الثانيه، الحب الحب برج الحمل. برج الحمل ده رجل برج الحمل انا بشوفه من اعظم رجال الكون. يعني رجل برج الحمل انت معاكي مصدر دعم، معاكي الظهر، معاكي باك بون، معاكي الشخص لو احتاجتي اي حاجه في الحياه هتلاقيه، عارفها، عارف يوصل لها، عارف من اين تؤكل الكتف، شاطر جدا في الشغل وناجح، شخصيه قويه، شخصيه قياديه، بيعرف يعمل فلوس كمان. رجل برج الحمل ذكي، هو هيخليكي بيحب الاطفال، هيخلي باله من الاطفال، بيحب الحياه، يعني هو محب للحياه، هيضحكك، هيخليكي عايشه عمرك ما هتزهقي مع رجل برج الحمل، دايما في جديد، دايما هو متطلع مثقف، يعني شخصيه تحس ان انت معاكي كل حاجه، كانها فول باكج معاكي، رجل كده فيه فول باكج، في كل حاجه تتمنيها هتلاقيها موجوده فيه. بلس كمان ان هو بروتكتيف، يعني برضو جدع، شهم، راجل، هو راجل بما كل ما تعنيه الكلمه من كلمه رجل. يعني انا بالنسبه لي رجل برج الحمل بيست اوف ذا بيست على فكره، يعني انا لا يقاوم اصلا رجل برج الحمل، تشارمينج بقى، اتراكتيف، وبرضو حواليه معجبات كتيره قوي قوي، بيهتم بصحته، بيهتم بجسمه، بيهتم بثقافته، عنده طموح، عنده فيجن، عنده شاطر قوي بصراحه، وناجح وقائد، يعني رجل برج الحمل يصلح يكون قائد عظيم. يعني عيبه بقى ان هو ملول شويه، يعني على طول بيزهق. هو والاسد طبعا بيحبوا البنات زي عينيهم، الاثنين دول بقى يعني عاشقين للستات بصراحه، يعني متعددين علاقات شويه، بس لما بيحبوا بجد لا خلاص، لما بيحبوا بجد بتبقى حاجه مختلفه تماما. يعني عيب برج الرجل برج الحمل برضو ان هو شكاك جدا جدا بقى، بيشك في كل حاجه في حياته، رهيب في الشك وملول، بيزهق، يعني لازم تكوني بقى بتمشي على الحيط عشان ما يزهقش منك. طيب في المرتبه الاولى بجداره، طبعا الناس كلها عماله تكتب لي تحت برج العذراء، طبعا حتى انا والله مش حتى برج العذراء رقم واحد، اهدوا بقى يا جماعه. طيب في المرتبه الاولى وبجداره 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 بالنسبه لي هو رجل برج الجدي. رجل برج الجدي هو اصلح رجل ان هو يكون زوج، لان هو الرجل الفخم، الرجل الاليجنت، الرجل الذكي، الرجل الطموح، الرجل مع انه مش رومانسي قوي على فكره، بس لو حب بجد رجل الجدي ده يا جماعه لازم يعني يا بختها يا سعدها يا هناها اللي برج الجدي وقع في حبها، لان هو ما بيحبش بسهوله، بس هو راجل يعتمد عليه، راجل يشيل مسؤوليه على فكره. كل اللي انا قلته عليهم دولت انا قلت ان هم رجاله يصلح ان هو يكون زوج مثالي، ان هو يعتمد عليهم. رجل برج الجدي رجل دمه خفيف، طيب قوي على فكره، مع ان هو يبان ان هو مغرور جدا، بروتكتيف جدا جدا، بيحب عيلته قوي، رجل عائله، يعني هو على فكره اكتر اتنين اسميهم رجل العائله هو برج السرطان وبرج الجدي على فكره. طموح، يعني ينفع يكون قائد. يا جماعه كان انور السادات كان برج الجدي، لا هو قيادي ناجح جدا، انسان بمعنى الكلمه، لما تحتاجه هتلاقيه جدع جدا في ظهرك، ذكي، بيعرف ان ايه تؤكل الكتف. عيبه بس ان هو مش رومانسي قوي شويه، سن حريص على الفلوس شويه، يعني تسحبه وهادي كده ساكت، بس لما ياخد عليك هيتجنن يعني. فدول بالنسبه لي احسن ست ابراج، ده تحليلي انا الشخصي كرشا، مش عايزه حد يزعل مني، قولوا لي ايه رايكم تحت، ورايكم مهم جدا جدا. فعايزه كل يا عمر، عايزه كل بس بقى يا عمر، عايزه كل الناس تتفرج عليا يقولوا لي رايهم تحت، سواء بقى على الفيسبوك او على الانستجرام او على الفيسبوك، وما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا. ثانك يو ثانك يو ثانك يو، بحبكم جدا جدا. انا بقى بالنسبه لي انا كرشا بجد، انا رجل برج الحمل one of the best،
ورجل برج الميزان، دول اكتر اتنين انا 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 لو انا برج العذراء دولت بالنسبه لي they are my best match يعني، ميزان وحمل، ممكن برضو اسد. اسد لا اسد لا. بس اسد بالنسبه لي شخصيه اتراكتيف، بس انا ما بعرفش خالص اتعامل مع برج الاسد، ما بعرفش بفشل يعني. انا هتقولي اي اسد في حياتي طفشه، بس يعني شكرا بحبكم جدا جدا، وعايزه كل الستات تقولوا لي مين اكتر برج تحسي ان هو زوج مثالي بالنسبه لك يعني. ثانك يو باي، انا مستنيه اسمع رايكم تحت، باي.